قال هبت يروح بيك وبدي هبت يروح بيك وبدي مركز ساحة ساعة النيل الوداعي وصور العفية الوداعي وصور العفية وباطر شي كبار وباوسيري وصي لنا صور العفية وصي لنا صور العفية ولا بدي بلاد القبايل هي المرحبة بشوف الغريبي مرحبا يا صوف الغير. ايه شوف هزمك الله هزمك ابوي روح هذا شوف ملح ما اعرف له ها ما اعرف له والتلفون يا ايم الولايه ايش قلت يا ريت اللي تحنيك بترك وعاين غناي كم العشيق يا اخوك بلوى ايش قلت بلوش روح نمونه عشق البلوش روح نمونه هذا هو بعد ايش قال راعي الميدان؟ قال راعي الميدان حد من الوادم ما تتعبر حد من الوادم ما تتعبر وعلى المشي سالك يا ريوله محمد على الخيل يتعبر وعلى المشي سالك يا ريوله عندكم شيء بتردوا عليه؟ ياك الريح ياك الريح حب الكوس حب الكوس حب الكوس بعد اقول يقول حب اللي بنيا من العفاريت ما وعاتب الناس ويش انت مالك شياطين وعفاريت يواحوا مع الأربع أربعيني يواحوا مع الألف أربعيني قال لذاك معنى الرول هاف وتغضب عشان ما نجاوب علي وابي يوم يضرب البطل يتغضب أنا عب سناس العلوي وابه سمع ايش عندك انت ايش بتقول اقول اقول انا بجيب لك مقطع مال قول ما اشوفه تغلج ابوي لا ما تغلق انا هذا اظن الغول في الريل هين ايه اظن الغول فين قطعه الريلي انزين يوم خذ القطعه يا طويل العمر ايش قال قلت له لا الغول ايش قلت له؟ قلت له لا حلك الله يا غول البحر قتال قتال داخل ريول صوبني بثلاثي روح قال روحك تعمدت وبريلك دستني لو شت ريولك سوت لي كسر ويروح نروح قلت له لو كان ريتك في مكاني ومنزلي قصيت راسه وخليت الدماء منضوح قال عندي رباعه وحاملين سلاح وسلاحنا يبر المفاصل والعظام قلت له ما خبرونا عنك مشتهر ذباح ولا العراق طالب لي عندي اجبق وسلاح قال دلني صوب النصارى والكفر بيزيق عقله وبقحم في البحر سباح مثل عند الدخاتر شرنا ما رينا كفر لي عالق الميهود ويصح الجراح هذا كلام محمد نقول بعتب كمين ليلة اللي أقاسي هالجراح هو راح في البحر وما قتلنا يا سلام شلا يا سبقوله 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 سبقوله